إذن لمزيد من التفاصيل حول ما يحدث في الضفة الغربية تنضم إلينا من هناك مراسلة القاهرة الإخبارية ولا السلامين. ولا بعد التحية، وزارة الصحة الفلسطينية تقول أن عدد الشهداء الذين استشهدوا منذ 7 أكتوبر الجاري تجاوز 100 شهيد، وصلوا إلى 103 شهيد، وهو ربما أكثر من 40% بالنسبة إلى عدد الشهداء الذين ربما استشهدوا منذ بداية هذا العام في الضفة الغربية بشكل كامل. إلى أين وصلت هذه المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والتي يرافقها المستوطنون؟ نعم، بالفعل همام، هناك إعلان من وزارة الصحة ولكن بزيادة شهيد أيضا طفل من مدينة جنين إثر اقتحام قوات الاحتلال يوم أمس والفجر هذا اليوم لمخيم جنين. نتحدث يعني حصيلة الشهداء في مخيم جنين ترتفع إلى 5، وفي قلقيلية شهيد، وأيضا في منطقة قلنديا أيضا شهيد إثر اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا. إذن ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية عملية طوفان الأقصى ولغاية الآن إلى 104 شهداء، وبالتحديد نتحدث كما أيضا عن شهيدين من الحركة الأسيرة عمر دراغمة وأيضا ياسر حمدان، لذلك أجملت عدد الشهداء. طيب، يبقى معنا ولاء، نرى الآن على الهواء مباشرة هذه الصورة، وهي صورة حية مباشرة من قطاع غزة، وفيما يبدو أن هناك قصفا إسرائيليا متواصلا على هذه الزاوية من هذا القطاع، ويبدو أن هذا القصف قريب من هذه الكاميرا التي تنقل على الهواء مباشرة هذا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. كما تقول مراسلتنا فإن هذا القصف هو متواصل طوال 19 يوما، لم يسلم المدنيون في أي من مناطق القطاع الخمسة من هذا القصف الإسرائيلي المتواصل. وصل عدد الشهداء حتى هذه اللحظة أو تجاوز عدد الشهداء حاجز 6000 شهيد في قطاع غزة، بالإضافة إلى ما هو أكثر من 16,000 مصاب في باقي المستشفيات. إذن هذا هو الدخان الناجم عن قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة لليوم 19 على التوالي. خلف هذا القصف كما نرى في هذه الصورة سحب دخانية سوداء نراها على الهواء مباشرة الآن في هذا الجانب من قطاع غزة، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي الذي استهدف كما تقول مراسلتنا منى وكل منذ قليل جانبا كبيرا من شمال قطاع غزة في بيت لاهيا وفي مخيم جباليا وأيضا مخيم الشاطئ، أيضا المناطق الجنوبية حيث كانت تتواجد مراسلتنا لم تسلم من هذا القصف الإسرائيلي في خان يونس وفي رفح، وحتى المنطقة الوسطى لم تسلم أيضا في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي المتواصل. رويدا رويدا تتضح هذه الصورة، ولربما بعد قليل تكون معنا مراسلتنا في قطاع غزة من جديد توضح لنا ما طبيعة ومكان هذا القصف الإسرائيلي الذي نراه الآن على الهواء مباشرة. ولا أعود إليك مرة أخرى، ربما كنت تكملين ما حدث اليوم في جنين. نعم، في مدينة جنين على إثر اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين كان هناك تعزيزات كبيرة إلى هذا المخيم، حيث أطلقت قوات الاحتلال طائرة مسيرة عملت على استهداف مدنيين عند مقبرة مخيم جنين، وتم استهداف هؤلاء الشبان الفلسطينيين. بعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال، وبعد مواجهة عنيفة أيضا في المكان وشبكات مسلحة ما بين الفلسطينيين وأيضا الشبان الفلسطينيين، وأسفر ذلك عن استشهاد 4 فلسطينيين لغاية الآن حصيلة الشهداء، ولربما تزداد هذه الحصيلة لأن جميع الإصابات ما بين طفيف وما بين متوسطة. نتحدث أيضا من جهة أخرى عن مخيم قلنديا الذي شهد كتيبة كبيرة دخول مخيم جنين واعتقالات بالجملة طالت العديد من القيادات وأيضا الناشطين الفلسطينيين في مخيم قلنديا، وأسفر عن شهيد في هذه المنطقة. نتحدث أيضا عن منطقة قلقيلية حيث استشهد مواطن آخر بهذه الأثناء. نتحدث عن ازدياد الشهداء ما بين الحين والآخر في الضفة الغربية وخاصة بعد عملية طوفان الأقصى. نتحدث من جهة أخرى عن الاعتقالات اليومية التي باتت بسلسلة ممنهجة وثابتة بالنسبة لجيش الاحتلال، حيث طالت هذه الحملة منذ بداية الساعات الماضية وأيضا فجر هذا اليوم 80 معتقل، وليرتفع أعداد المعتقلين داخل سجون الاحتلال إلى 1350 معتقل منذ بداية عملية طوفان الأقصى ولغاية الآن. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تحدثت أيضا عن ياسر حمدان الذي كانت قوات الاحتلال قد أعلنت استشهاده داخل مصلحة سجون
إذن ولاء السلامين مراسل سنة كانت تتحدث عن ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد أسيرين من الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. ذلك يأتي مع ما تقول ويتسق مع ما تقول به الفصائل الفلسطينية من أن هناك معاملة إنسانية سيئة داخل سجون الاحتلال في الأونة الأخيرة بعد 7 أكتوبر الجاري. أسفرت هذه المعاملة الوحشية وحتى العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين المتواجدين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين. تقول وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم أن شهيدين فلسطينيين ربما راحوا ضحية هذا التعذيب الذي يوصف بأنه ممنهج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سجون الاحتلال. كانت أيضا مراسلتنا تتحدث عما حدث اليوم في مخيم جنين وفي نابلس أيضا والأخبار التي تتحدث عن وجود استهداف للفلسطينيين من قبل طائرات مسيرة إسرائيلية. هذه المرة الأولى منذ أحداث عام 2000 التي تستخدم فيها طائرات الاحتلال الإسرائيلي الطائرات لقصف مدن في مناطق ومدن وبلدات الضفة الغربية، ما يشير إلى التصعيد غير المسبوق في هذه المرحلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتلك القوة الغاشمة التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مهاجمة الفلسطينيين وفي الحد من التصعيد المدني الذي يمارسه الفلسطينيون في مدن وبلدات الضفة الغربية. على أي حال ولاء السلامين مراسلتنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.